بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. لم يعد مقبولا السكوت على الوضع الذي آل إليه فريق مولودية وجدة، هكذا يتحدث أبناء الفريق ومحبيه. مشاكل جمة، انتقادات عديدة، إن على مستوى الإدارة والهيكلة مع إغلاق منافذ التواصل. على العموم هناك الكثير من الأسئلة سنحاول التطرق إليها بكل تجرد وحياد. وعلى قاعدة أن البرنامج لا يستهدف أي طرف ولا يوجه مدفعيته لأي جهة، بقدر ما يروم بكل صدق فتح نقاش عمومي مع المختصين لتشريح أسباب هذه الأزمة وتحديد الوصفة الرياضية تسييرا وهيكلة لإنقاذ النادي العريق. في البرنامج الحواري قراءة في حدث نستضيف السيد محمد بختي، لاعب سابق لمولودية وجدة، أقدم منخرط بالنادي ملتزم دون انقطاع، كاتب عام سابق وناطق رسمي للنادي، عضو بالعصبة الشرقية لكرة القدم سابقا. يحضر معه كذلك الأستاذ سي محمد بن داحة من فريق طاقم جيل فانكات وفاعل جمعوي حاضر في التنشيط الرياضي. مرحبا بالضيفين الكريمين. شكرا. نبدأ معك سي محمد بختي بسؤال تاريخي مرجعي، باعتباركم لاعب سابق لمولودية وجدة، ما سر الاستقرار الذي عرفه الفريق خلال حقبتكم؟ شكرا على الاستضافة، وتحية رياضية للجماهير الوجدية، تحية رياضية لمحبي سندباد الشرق داخل وخارج أرض الوطن، وهم كثر بطبيعة الحال. واحد الفترة من الفترات عرف الفريق ديالنا تألق بطبيعة الحال، ما جاش بفراغ، تألق كان بيد مجموعة من المسيرين المتمرسين، مسيرين سبق لهم وأن لعبوا كرة القدم، سبق لهم وأن تمرسوا في التسيير بشكل عام، وبطبيعة الحال كي تضافر الجهود وتتلاقى عناصر عديدة، ما يمكن غير إلا الفريق يتمشى في واحد الخط تصاعدي وبالتالي الحصول على الألقاب، كما حصل مع الأب الروحي للفريق السي مصطفى بن الهاشمي، بحيث أن البطولات للفريق حرز عليهم وكؤوس العرش كانوا تقريبا بواحد 99% من أبناء الفريق. سي محمد، بعد هذه الفترة التي يمكن اعتبارها مرحلة استقرار، عاشت مولودية وجدة كبوات وصراع النزول والصعود مع غياب أي استقرار، ما سبب هذا الجفاء وهذه الندرة في الألقاب؟ بطبيعة الحال يعني تقريبا السؤال الأول مرتبط واخا بشكل عكسي بالسؤال نتاعكم الثاني، بحيث أن تمتا مشاكل كثيرة هي اللي خلات الفريق ما يمشيش في خط تصاعدي، ما يكونش عنده استقرار مالي، استقرار تقني. الناس اللي تدبر الشأن العام ماشي متمرسة، وبطبيعة الحال إلا ما توفرتش شروط كثيرة ما يمكنش لأي نادي ينجح. الشروط اللي خصها تكون، أولا يكون استقرار مالي، يكون استقرار تقني، يكون رئيس في المستوى، رئيس يستمع، يتحاور مع المنخرطين ديالو، يتحاور مع الفاعلين، يتحاور مع البيبليك نتاعو، ويكون بطبيعة الحال كولابوراسيون وتنسيق تام مع السلطات المحلية باعتبارها أنها المانحة والمساهمة ومحقها تخاف وتعرف المنح نتاعها اللي كتعطي المادية فين غادي تمشي. إلا هاد الشروط ما توفرتش ما يمكنش أن الفريق يحصد على أرقاب، وما يمكنش الفريق اللي ما يشتغلش في العمق وما يكونش عنده استراتيجية واضحة بالنسبة للجنس الفئات الصغرى والتكوين، فأعتقد أن
كيما نشوفوش هاد العناصر ما يمكنش يكون نجاح وما يمكنش يكونوا القاب. شكرا سي محمد. نمر الى سؤال اخر. سي محمد، خلال تجربتكم ككاتب عام سابق لفريق المولودية الوجدية وناطق رسمي، كنت دائما ضد التيار وتنذر في كل لحظة بالمخاطر التي كانت تحوم حول 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 تاريخ مولودية وجدة. ما هي نقاط الخلاف التي كانت بينكم وبين الرئيس السابق سي الحمامي؟ بطبيعة الحال يعني للأمانة ما عمر كانت الخلافات نتاعي خلافات شخصية، بحيث أن الإنسان يخلي الخلافات الشخصية على الهامش ويستحضر المصلحة نتاع الفريق، لأن فريق المولودية الوجدية ماشي ملك المدينة وإنما ملك للمنطقة وملك للمغاربة كافة. فريق تاريخي، فريق عريق، فريق ساهم في المقاومة الوطنية نتاع البلاد، وبالتالي خص رد الاعتبار ليه بواحد الشكل اللي نمشيو في طريق او في مسار مليح. بالنسبة للاختلافات اللي كانت عندي، بطبيعة الحال كانت عندي اختلافات مع السي محمد الحمامي في التسيير، بقيت اللي كنت مع كاتب عام وناطق رسمي، كانت عندنا اختلافات تدبيرية محضة، بحيث ان اول سنة اشتغلت معاه في المكتب على اساس غادي نخدموا بشكل جماعي، على اساس ان الا شفنا شي حاجه اللي ما غاديش في الطريق الصحيح خصنا ننبهوا ليها بطبيعه الحال بواحد الشكل حضاري، بواحد الشكل هادف، باش نرتقيو بالفريق المرتبه عليا. وبين الامور اللي تذكرنا عليها انا والسي محمد الحمامي انذاك، على اساس ان غادي تكون المرحله نتاعو وتجي مرحلة انتقالية، نعطيو لورولي الناس اللي يمكن باش يمشيو بالفريق إلى أبعد حد. وبطبيعة الحال في نديك الموسم ظهر واحد الرئيس شاب سي محمد كلفاطي، يعني كان اتصال معاه على أساس باش بغينا ننتقلوا بواحد النقلة أخرى بالنسبة للفريق. اقترحت على سي محمد الحمامي باللي كما وعدني كاين الشخص المناسب اللي يمكن المولودية تحصل معه على ارقام، ودرنا جلسة بطبيعة الحال مع السي محمد كلفاطي، السي محمد الحمامي وبعض الاخوان الاخرين على اساس تعطى لورولي، ولكن للاسف كانت مراوغات، للاسف ان الوعود اللي تعطات ما تحققش، وشفت باللي ان الفريق ما غاديش يمشي بعيد، وبالتالي قلنا للسي محمد الحمامي كافة وهذا الشيء راه ما يمكنناش ندوزو معاه. وهنا وقع الخلاف، ومورها طبيعة الحال جات لجنة صحيحية، جات أمور أخرى اللي خلات السي الحمامي يمشي في حاله. ولكن للأمانة حتى باش نكونوا منصفين، أن مع السي محمد الحمامي إبان تواجدي كناطق رسمي وكاتب العام لم يتدخل في تدخلاتي مع الصحافة المحلية أو الوطنية، كانت عندي بطاقة بيضاء أتحدث كما شئت، هذه للأمانة باش أي واحد نعطيه الحق دياله. شكرا سي محمد. سي محمد، يرجع البعض تراجع مستوى مولودية وجدة في هذه الفترة إلى غياب منظومة إدارية وتنظيمية، ما تعليقك على هذه الإدعاءات؟ بطبيعة الحال يعني كاع المؤشرات اللي عندنا، المؤشرات اللي نشوفوها تقريبا هذه 5 سنوات أو 4 سنوات على الأقل، تبشر وتوضح بالملموس أن هنالك خلل تنظيمي بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن السيولة المالية كما كتعرفوا الموسم الفارط خسرنا 6 مليار بالسنتيم، يعني كاين سيولة مالية. السنوات الفارطة كانت سيولة مالية. بالنسبة لي عندنا مشكل تدبيري محض، ما عندناش مشكل مادي، مشكل تدبيري محض. وهذا الشيء كنا نبهنا له السيد الرئيس المحترم والمكتب ديالو وحضو بحضور المنخرطين في جميع الجموع العامة، قلنا بأن مشكل المولودية مشكل تدبيري وليس مشكل مادي، وعطينا أين يكمل الخلل. ماشي غير قلنا أن كاين مشكل تنظيمي وسهرنا،
عطينا لهم ها فين عندكم الخلل بالنسبه للسيوله الماليه التي لا توظف في البلاصه نتاعها اللي كاينه. كاين مشكل تنظيمي محض، اداره لا تتحرك. انا هنا لا اتحدث عن الاداره اللي دار في يومها الروتيني، نصيفطوا لي فاكس، نديروا كاليفيكاسيون تاع اللعابه، لا اتحدث على هذا الجانب. هذا الجانب كاين الناس اللي قايمين بالمهام تاعهم ونحييهم من هذا المنبر، وانما المشكل الاداري اللي عندنا هو مشكل ليتيج، مشكل النزاعات، والشخص اللي تعطى له هذا الدوسي لقد فشلا ذريعا في هذا الجانب، وهذا الجانب رحنا نخلصوا فيه ملايير السنتيمات. يعني لقيت اللي نقولوا كاين خلل في الجانب الاداري حتى لا يحول او يحول كلامنا لاتجاه اخر، فنحن نتحدث عن جانب اخر في التدبير، الجانب اللي يستنزف الخزينه نتاع المولوديه. بطبيعه الحال امور تنظيميه اخرى نتذكروا على تواصل راه داخله في الشق التنظيمي، يعني ما مفعلينش اللجان اللي خصها تشتغل بحياديه. كما كتشوفوا ما عندناش تنظيم، ما عندناش تواصل، التواصل تاعنا ما كاينش مع المحبين تاع الفريق، ما كاينش تواصل مع المنخرطين. عبد ربي لحد الان حضرت الجمع العام السابق ولم اتوصل لحد الان ب استدعاء حضور الجمع العام. لازلنا نتحدث عن امور تافهه، مثلا نتحدث عن بطائق الانخراط، هذه 5 سنين لم نتوصل ببطائق انخراط. هذا سؤال مطروح، واخا ان هذه المساله مساله ثانويه ولكن ندخلوها في الشق التدبيري، يعني الامور لا تبشر بالخير. وبطبيعه الحال هذه الامور كامله تنظيميه هي اللي خلات الفريق يندحر، هي اللي خلات مشاكل كثيره بين المكتب المسير والجمهور، لان الجمهور شنو خصو؟ الجمهور خصو كي يدخل التيران يلقى ظروف الراحه، يلقى الاستقبال، يلقى على الاقل واحد الشرط اللي يمكن يدخل بفخر واعتزاز، ما يلقاش ازدحام في الابواب. بطبيعه الحال نتحاوروا مع المحبين ديالنا، المحب حقه يعرف اللعابه اللي جبنا، اللعابه اللي مشاو، الوضعيه الحاليه نتاع الفريق، شنو غادي نديروا. وبطبيعه الحال احنا عندنا جمهور غيور، رحنا بين الثلاثه نتاع الجماهير اللي كاينه في المغرب، الرجاء والوداد، واصنفوا فريق المولوديه الوجديه بالنسبه للمتتبعين في لي روزو سوسيو، يعني الناس متبعه، الناس خايفه على الفريق نتاعها، الناس اللي يكون الفريق نتاعها في المستوى راهم غادي يقولوا راه حنا ملاح، لقيت اللي نكونوا ماشي ملاح غادي ننتقدوا، ولكن ما ننتقدوش الاشخاص، ننتقدوا انتقاد بناء اللي نافونسيو به. حنا كمنخرطين نعتبروا نفسنا قوه اقتراحيه، ما خصناش نتهمشوا، ما خصناش نيجليجيو الناس، لان المنخرط هو مشروع مسير، وبالتالي خصنا نعطيو الحق لاي واحد، واي واحد بغى باش يعطي اضافه للفريق مرحبا به. هذه هي بشكل عام الامور التنظيميه اللي كانت سبب في اندحار او في الوصول بالفريق للوضعيه اللي كنعيشوها حاليا. شكرا سي بختي. ننتقل الان للسي محمد بن دحا. السي محمد باعتباركم ناشط رياضي اكيد انكم سمعتوا الاجوبه ديال السي محمد بختي، وان لكم وجهه نظر في هذا الاطار. السي محمد، ما هي تعليقاتكم حول ما سبق الاشاره اليه او الحديث فيه مع السي محمد بختي؟ في البدايه كنبغي باش نقدم الشكر الجزيل لجيل 24 على اثارتها لهذا النقاش، وطبعا نحن في حاجه الى نقاش صريح في الوضعيه ديال المولوديه الوجديه، وخصنا نتكلموا على الموضوع من جميع الجوانب. وشرفني كثير انني كنحضر مع السي بختي احد قدماء اللاعبين واحد الفعاليات الرياضيه الموجوده في المولوديه الوجديه، ومن خلاله كنقدموا التحيه لكل الرياضيين وكل من ساهم من بعيد او قريب في سير المولوديه الوجديه
واللاعبين القدماء والجمهور والإعلام الرياضي، لأننا الآن كلنا معنيين كما كنقولوا بالدارجة، ملي كيخنزل اللحم كيهزهم ماليه، وحنا دابا كلنا مسؤولين ولا بد من ندير واحد النقد ذاتي. وكما قلتوا السي عماري في التقديم ديالكم في الأول، راه حنا ما جيناش باش غادي نجي ونوجهوا البنادق ديالنا شي واحد اللي لخلاف شخصي او لحزازات سياسيه او حزازات قبليه او شي حاجه من القبيل. لابد من المصارحه، لانه انا لاحظت بانه اجترينا الكثير من المشاكل، وهذا الكلام راه حنا كنا كنسمعوه هذه شحال، ودائما الكبوات. وكما كيقول المثل الشعبي، ملي كتشوف المولوديه بعض المرات كتبقى تقول شنو واقع، وخصنا نتكلموا صراحه. والمثل الشعبي كما قلت لكم كيقول لك الحنه حرشه والماشطه عمشه والعروسه قيسها بوهزهاز. كما كيقول لي واحد الصديق اللي تكلمت معاه قال لي راها مراوسه من كل جهه وطريق، باش نتفاهموا مزيان ونهضروا بلغه صريحه. اذا الكل خصنا نسولوه، الواقع يسائلنا، ما كاينش هذه منك هذا طابو ولا هذا مقدس ولا هذا لا. اذا ملي كنشوفوا الوضع ديال المدير الوجديه كنشوفوا تنافر عقليات. اذا هذه شحال وحنا المولوديه فعلا مولي عاشت في واحد الفتره زاهيه، وفاتوا فيها مسيرين وفاتوا فيها لعابه وفاتوا فيها جماهير كبيره، ولكن دائما كنجترو كما قلنا حنا الماساه، ودائما عايشين غير ديك عنق الزجاجه. واش كاع ما عندناش كاع في وجده ناس اللي غادي نقدوا قادرين انهم ينقدوا وجده؟ والمولوديه ديال وجده كنشوفوا فيها ما كنشوفوش فيها غير فريق، كنشوف فيها مشروع مدينه، مشروع جهه، لانه كيعبر على السمعه ديال المدينه. والمولوديه لابد دائما تكون في المراتب الاولى، يعني تكون دائما في المنظومه الاحترافيه، لانها تحرك الكثير من المسائل. يعني هي عجله كتحرك المسائل الاجتماعيه اقتصاديه تربويه. اذا كنتصوروا حنا غير الوضع ديال وجده، فما كتكونش المولوديه، كتكون مثلا في قسم الاقسام الدنيا، وفاش كتكون في البصره اللي كتستاهلها. اذا عندها تاريخ، عندها مسيرين، عندها جمهور، والجمهور يعني كنستغل الفرصه باش نحييو الجمهور الوجدي، لان دابا اصبح كما قبل السي بختي على انه اصبح من مصاف الجماهير يعني الاولى في المغرب، وفعلا تطور العمل ديالهم. ولكن هذا الجمهور ما كيستاهلش شي فريق اللي في المستوى يكون استقرار. احنا دائما يعني ما كاينش واحد المنظومه، ما كاينش واحد التسيير اللي كنرتاحوا ليه وكنقولوا الان احنا غادي نخدموا على واحد 4 سنين ولا 5 سنين وخا نصبروا هذا العام ما كاين مشكل. يعني كنقولوا غادي نصبروا، عارفين انه غنصبروا. دائما احنا خايفين ودائما متخوفين ودائما المشكل، ودائما هذا كيقول لك هذا وهذاك الاخر كيقول لك لا هذا. ولهذا احنا خصنا نوجهوا ندير واحد النقد ذاتي، كل واحد منا، كل طرف متدخل، انه يدير واحد النقد ذاتي ونسائل الجميع. شكرا سي محمد. نرجع للسي محمد بختي. سي محمد بختي، الان ما موقع مولوديه وجده من القانون الاحترافي؟ بالنسبه للقانون الاحتراف، وكناش تحملات بالنسبه للمتعلق بقانون الاحتراف، كما كيعرف الجميع ان نادي المولوديه الوجديه لكره القدم كان من الاوائل اللي اشتغلوا في هذا الجانب، واللي حطوا له دوسي نتاعهم في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. يعني هذا الدوسي تخدم قبل مجيء سي محمد هوار، يعني رؤساء سابقين كانوا اشتغلوا في هذا الجانب، والارضيه كانت متوفره باش يخدموا كاع الامور المتعلقه القانونيه اللي تدخل في هذا الجانب. هذا الاشكاليه اللي تبقى عندنا قانون الاحتراف، عندنا كاي تشارج. واش السؤال المطروح، واش داك الشيء يطبق على ارض الواقع؟ واش عندنا قانون احترافي اللي كنطبقوه، اللي طبقوا جميع الفروق الوطنيه وفريق المولوديه كنموذج؟ نظن انا مازال ما وصلناش لديك المرحله اللي نطبقوا فيها قانون الاحتراف بشكل دقيق، بحيث ان مثلا الى خدينا مثال على النادي نتاعنا، بما انك في الوقت الحالي تلقى مجموعه من النزاعات في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بالنسبه للاعبي المولوديه الوجديه، تلقى لاعبين ما متخلصينش، تلقى اداره ما متخلصاش، فاين نحن
من قانون الاحتراف. يعني قانون الاحتراف موجود محطوط كاين هيكالة، ولكن مازال بعاد باش يطبق، لان العناصر اللي يمكن تسهل المأمورية باش يطبق ما متوفراش في هاد الوقيته. ونتمناو ان الناس تخدم في هذا الجانب. كاين القانون وكاين امور اخرى اللي تمشي مع القانون باش يطبق. شكرا سي محمد. من بين الامور كذلك او الانتقادات الموجهه للمكتب الموسيقي الحالي هو اولا كثره انتداب المدربين كل سنه، كذلك عدم استقرار لدى اللاعبين، كاين لاعبين اللي كيلعبوا سنه وكيمشيو. يعني هذه من بين الامور او من بين الانتقادات اللي كتوجه الجماهير والمهتمين والقدماء ديال اللاعبين للمكتب. ما رايك سي محمد في هذا؟ هذه هي الامور اللي يمكن تقيم بها حجم الفريق، وتقيم بها ان الفريق واش غادي في خط تصاعدي ولا فريق يشتغل موسمين لاخر. تقريبا هذه 5 سنوات، وللامانه هذه 5 سنوات يعني المجموعه نتاع اللاعبين تبدل بواحد الشكل نتاع 80 90 حتى 100% بالنسبه للاعبين، وهذه بطبيعه الحال ماشي في المصلحه نتاع الفريق. نفس الشيء بالنسبه للمدربين، يعني كاين السنه اللي دازوا عندنا 3 نتاع المدربين. هذه امور كلها تبين لك بلي ان الفريق ماشي في صحه جيده، الفريق يسير سنه بعد سنه، ما كانش تخطيط على المدى المتوسط او البعيد. كاين اشكال نوليو هذا الشيء داخل في اطار التنظيمي اللي كنا تذكرنا عليه في السؤال ديالكم الاول والثاني. بطبيعه الحال الممارسات هذه ما يمكنش الفريق يمشي بها بعيد، بالعكس غادي تكون مشاكل كثيره. وبالتالي الا تبدل اللاعبين تقريبا كل سنه تبدل الفريق بواحد الشكل جذري، بطبيعه الحال كما قلت لك هنالك علاقه بما هو تقني وما هو مالي، بحيث ان الا تبدل واحد 20 ولا 25 لاعب فكون ميقن ان ديك ال 25 ولا 20 لاعب راه خصك واحد 3 مليار ولا 4 مليار نتاع السيوله الماليه اللي يمكن لك باش تريقل الامور نتاعهم في داخل الفريق. اذا هذا اشكال كثير كما قلت لكم قبيله. هاد لي ميساج فوتناه في الجمعيه العام، قلنا لهم ها فين عندكم الثغرات، ها فين خصكم تصلحوا، ولكن الناس غاديه للقدام. يعني الناس دير داكشي اللي يبان لها، ولكن مع مرور السنوات تبين باللي ان غاديين في واحد المسار اللي ماشي صحيح، مسار اللي خاطئ، ولا قدر الله يعني يمكن الفريق يزيد يندحر للاسفل. وهذه امور اللي ما نبغيوهاش. هذه علاش بغينا ندقوا ناقوس الخطر ونقولوا اودي راه المشكل ها فين كان، باش نحاولوا ما امكن مجموعين باش نحاولوا نخرجوا من هذه الوضعيه اللي فيها الفريق. شكرا سي محمد. نرجعوا الان للسي محمد مداحه. السي محمد مداحه في غياب استقرار بشري داخل النادي، واش وجده ما فيهاش لاعبين وما فيهاش مدارس، علما اننا كنتابعوا الدوريات ديال الاحياء وكنلقاو فيها لاعبين متالقين؟ بالفعل هذا السؤال ديالك، وكذلك لما كنسمعوا دابا السي بختي كنبقاو نقولوا واش حنا عاد غنديروا فريق؟ عاد غنبداو فريق؟ فريق المدير فريق عريق هذه شحال. السؤال اللي كنطرحو خصنا نطرحوه على نفوسنا وكل واحد يطرحو، من نحن وماذا نريد؟ لان ملي كتجي تشوف على مستوى المكتب مشاكل، على مستوى التدريب مشاكل، على مستوى العلاقات التواصل او التواصل مع الجماهير، التواصل مع رجال الاعلام، يعني مشاكل كثيره. واش بدينا دابا كنسالو وكنخمو غير في الاساسيات، يعني مازال ما زدناش حاجه اخرى كنتمناو انا التوفيق وواحد الاستمراريه في العطاء وكذا كذا، حنا كنهضروا دابا غير الاساسيات. ودي الله يخليك شكون انت وشكون انا وكيفاش تهضر معايا وكيفاش كذا كذا كذا. اذا هذا الشيء اللي كنشوفوه اليوم كيبين باللي فعلا دار لقمان ما زالت على حالها، ولا تبشر بخير، ونخشى ما نخشاه على ان المولوديه تنزل القسم الثاني الادنى قبل ما نوصلوا
للروتور. هذا تخوف كبير عند الناس، لان المؤشرات الان كتبين بانه الامور ماشي هي هذيك. وشوفوا اليوم راه كنشوفوا البلاغات او تضارب البلاغات. اليوم خرجنا البلاغ، يعني المكتب المسير ديال فرق المدير ببلاغ غادي يصلح الامور. السؤال واش فعلا هذاك الشيء اللي غادي يدار، واش فعلا غادي يوصل لفريق الامان؟ وهذه المساله ممكن انه السيد بختي يمكن يتكلم فيها. الرد ديال الجماهير او ليزولترا على ما كتجي تشوف، كتبقى مثلا يتكلموا على الدخول للملعب، هذه راه اساسيات، هذو مسائل ما نبقاوش عاد نناقشوا فيهم. واش نبقاو من غادي نجيو مثلا نقولوا فواحد البلاصه ولا في الخدمه ولا مثلا في الدراسه نقولوا التلميذ عاد غادي نشوفوا واش غيتمشى يدخل باليمنى ولا يدخل باليسرى ولا عاد يدخل مع الباب ولا راه مسلمات. هذا المسلمات هذه الكلمه اللي كنقلب عليها، حنا بدينا كنناقشوا في المسلمات. اذا بالنسبه للمستوى التقني يمكن ان نناقشوها، والمشكل اللي عندنا ونتمنوا انه المشاهدين الكرام انهم يسمعونا مزيان ويحللوا مزيان، لانه شحال من مره ما كنلقاوش، لان خص الناس ملي يسمعوا يفهموا مزيان. ما نقولكش بحال دابا نتكلم على الجانب التقني، يقول لك شكون انت تهضرنا على الجانب التقني، شكون انت واش درت؟ راه كل واحد من حقه انه يناقش ويطرح، وهذا هو الغرض من هذه الحلقه. هذه الحلقه الاولى اللي غادي تكون فيها نقاش، وغنفتحوا فيها نقاش، وغادي تكون بحال واحد منطلق اللي نفتحوا هذا الملف ديال المولدين وتبي صريحه. اذا المساله اللي كتتعلق بهذه المسائل ديال العام الفعلي، ما كاينش واحد الاستقرار في التشكيله. راه دابا الناس قال لي متتبعين تقول لهم شكون اعطيني الاسم ديال الفريق؟ لاعبين قليل، يقول لك هاللاعبين ديال الاخر. ما كاينش واحد الاستقرار في التشكيله، والافظع من ذلك وهذه مساله كضرنا حنا كوجاده، وهي انه غياب ولاد الفرقه في الفريق. السؤال واش هذا المولود ديال الوجيه ما عندهاش استراتيجيه للاهتمام بالفئات الصغرى؟ وحنا كنسمعوا هذا الشيء، هذا الفئات الصغرى كتبقى غير شعار وكلام يتردد. ولكن وحنا حنا مشتغلين، يعني انا كرئيس جمعيه اللي مشتغله في التنشيط الرياضي، حنا عايشين هذا الاخر وكنتسالوا وكنشوفوا دابا وجده شوف تعج بالملاعب وتعج بالمدارس الكرويه، تعج بالعناصر اللي راهم يلعبوا. واش كاع هادو ما غاديش يخرجوا لنا واحد اللاعبين اللي غادي يكونوا في الفريق؟ هذه من جهه. من جهه اخرى ما كاينش واحد الاهتمام فعلا بولاد الفرقه. كيجي مثلا فلان وكيدير انتدابات على حسب المزاج ديالو، وهذيك الانتدابات ما كديرش شي نتيجه، وهذوك الناس كيمشيو فحالهم وكترجع حالمه الى عادتها القديمه، ويجي شخص اخر ويدير انتدابات اخرى وبعاد على هذه الفرقه. ولاد الفرقه كيتفرجوا، مع انه الاساس اللي خصنا نرتكزوا عليه وهو ولاد الفرقه. وحنا كنشوفوا بانه كيفاش التعامل مع ولاد الفرقه بقى مع الاسف زعما صراحه حاجه اللي كتغلي الدم وتخليك تقول هاد الناس هادو واش كيفهموا في الكره؟ واشنو باغيين؟ بهذه الصراحه هذه، ونبغي ان هذا الكلام انهم يسمعوه المكتب المسير، ماشي غير سهوار بوحده. المكتب المسير انا احمل المسؤوليه للمكتب المسير. كيفاش كنجيبوا مثلا ولاد الفرقه؟ ماشي كنقول كاع ولاد الفرقه ولا كاع ولاد وجه راهم مزيانين، ولكن كاينين لاعبين تما حاقرينهم وما عاطينهمش وقتهم، والتعامل معهم واحد التعامل غير لائق. وهنا يمكن لي ان اثير، يعني كاين بزاف النماذج، ولكن النموذج الافظع اللي باغي نحطو باغي اتحدى به المكتب المسير هي حاله اللاعب اسماعيل قراد. لاعب اسماعيل قراد هذا لاعب اللي كيعرفوه، هذا موهبه كرويه ولد وجده اللي كيعرفوه الناس كاملين اللي كيشوفوه منذ نعومه اطفالهم الصغار، كان كذلك كيتنبؤوا له ب مستقبل ظاهر. وكاع اللي كانوا كيلعبوا المؤطرين ولا كاع اللعابه دائما كان كيشوفوه هو القطيره ديالهم، يعني خرج من دارهم هو دري صغير. وفي الدوري اي دوريات اي ملتقيات كنا كنلعبوا بها لعبوا فيها دائما كان كيدي احسن لاعب، ومشى للاكاديمي بمعنى انه كان الاختيار ديال الاكاديمي لانه شفت فيه مؤهلات. من بعد مشى للمغرب التطواني، من بعد نهالت عليه عروض اخرى من هالمولوديه الوجديه، وفضل انه يجي لمدينته ويلعب في مدينته ويساهم في النهوض بالمولوديه الوجديه. والسي هو عطاه وعود، والمكتب المسي عطاه وعود، والان كيتبنك وبعض المرات كيكون نون كاليفي. علاش؟ وعندها المولوديه عندها التزامات ماديه تجاهه. اذا عندك اختيار، يا اما غادي تدخلو تعطيه الفرصه ديالو، يا اما تقول له انت ما راكش في مستوى، ما راكش لائق. علاش اذا هذه الحاله كنذكرها ماشي لاقفه عندها، ولكن كنموذج صارخ وهي تسائلهم
وانا كنشوف بان المكتب المسير لن يستطيع الاجابه اجابه صريحه ومقنعه على اسئله وضعيه اسماعيل قراط والامثال ديالو. اذا اللاعب وهذا حال الانتدابات الاخرى. كاين لاعبين اللي مؤخرا داروا كنسموا حنا التست، المول ديال وجه دار التست. علاش كتحتاج التست؟ واش ضروري تحتاج التست؟ علاش ما تكون حنا واحد اللجنه تقنيه اللي عندها واحد النظره ثاقبه وكتشوف؟ اليوم داروا تيست وجابوا واحد اللاعب وتعاقدوا معاه على اساس انه لاعب، منين حطوه في كيقول لك الميه تكذب الغطاس، منين حطوه في الميدان لقاوه خاوي ما فيدوش. هكا بهذا الموضوع نهضروا بهذا المصطلح، هذا رقم خمسه ومعروف ما بغيتش نقول الاسم ديالو، ونفسخوا العقله. اذا شنو هذا؟ هذا نقولوا هكا، هذا هو الاستنتاج الواضح. إذا علاش بالنسبة لهذا مثلا نرجع لإسماعيل القراد، علاش دابا الجعواني وأحمل مسؤولية الجعواني؟ علاش كتجي وما كتعطيهش فرصة وكتحكم عليه بدون ما تعطيه فرصة وكتجيب وحدين أخرين؟ علاش هذوك اللي وحدين أخرين اللي كتجيبهم راهم أكفاء ومنهم شي وحدين جابهم وما عطاوش النتيجة، بما أن الاختيار ديالك فاشل خاطئ. وكتبرك تقول خصنا نعطيهم الوقت، اللياقة البدنية ديالهم مازال، هادشي ما كيخليناش نطمئنوا على 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 وضعيه الفريق ومستقبل الفريق. اذا هادشي هذا انا اسائل واطرح السؤال على السي هوار والمكتب ديالو، وكيعطيو وعود واعطاو وعود وما نفذوش الوعود. اذا واش غادي هذا الوضع هذا يخلي الانسان يطمئن لهم ويصدقهم؟ واحد اضافه بسيطه الى سمحتوا. تفضل سي محمد. السي محمد راه حتى واحد النقطه مهمه ونقطة حساسة، وكما نقولوا جاب الكرة في 90 فيما يتعلق بالأمور التقنية، وعطى نماذج لبعض اللاعبين، عطى نماذج كاين لاعبين اللي ما عندهمش مردودية، ولاعبين آخرين أبناء الفريق اللي ما تعطات لهمش الفرصة باش يمكن يفجروا طاقات نتاعهم. قبل ما نتذكروا في هذه الامور هذه، عندي بعض 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 الملاحظات في هذا الجانب، في الجانب التقني، بحيث ان تقريبا فريق المولوديه الوجديه يعني تقريبا جميع اللاعبين المتميزين اللي دازوا عندنا تقريبا استغنى عليهم الفريق، يعني سرحوا. كاين اللي مشى بلا ما نتقاضوا فيه حتى سنتيم، يعني يفسخ العقد نتاعو بطريقه قانونيه من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ما توصلش بلي 3 ديرني صالير نتاعو بالتالي القانون يسمح له، وهم كثر. وكاين بعض اللاعبين اللي الفريق كما نقولوا باعهم، ولكن للاسف يعني المبالغ الماليه اللي مشاو بها نحن كمنخرطين يبان لنا ماشي المبلغ المالي، ما كانش مبالغ ماليه مهمه. الا عطيتكم غير مثال نتاع جمال حركاس. جمال حركاس مشى للرجاء ب 200 مليون. جمال حركاس بالنسبه ليا القيمه التسويقيه نتاعو ماشي 200 مليون. جمال حركاس القيمه التسويقيه نتاعو واحد 500 ولا 600 مليون. علاش نطلقوا جمال حركاس يمشي من ديك السهوله ومن ذاك المبلغ المالي زاهد؟ ونماذج اخرى كثيره بالنسبه لدياكيتي. دياكيتي قيل لنا في الجمع العام ان هنالك مشكل، ولكن من بعد اتضح باللي ان المكتب المسير هو اللي سرحوا باش يمشي، على اساس باش هو يسمح في واحد 200 مليون كانت عنده بالنسبه للمولوديه، ولكن لنفترض جدلا انه سمح في 200 مليون، ولكن القيمه التسويقية نتاع دياكيتي ماشي 200 مليون، القيمة التسويقية نتاع دياكيتي واحد 500 مليون على الأقل. هنا أخ عماري تلاحظ معايا باللي أن الناس ما تعرفش تسوق اللاعبين تاعها، تجيب لاعبين بإثمنة خيالية، تسوق اللاعبين تاعها بإثمنة زاهدة. نعطيك مثال، على بعض اللاعبين اللي جاوا المولوديه. ناخذوا الجعدي مثلا، الجعدي اللي كان عندنا، الجعدي وقع المولوديه ثالث مواسم، القيمه نتاعو على الاقل
ب ب ب ب بلا بريم تيناتور نتاعو بلي سالير نتاعو نقى من المولوديه في واحد المليار. ثلاث سنوات لعب ثلاثه نتاع لي ماتش. هنا نوليو الامور اللي كنا نقولوها، كاين علاقه بما هو مالي وما هو تقني. الجعدي بوحدو دالك مليار. الا جينا نحسبوا نديروا عمليه حسابيه لجميع اللاعبين اللي دازوا في المولوديه واللي المولوديه ما استافدوش منهم، كاين اللاعبين اللي وقعوا عقود وموسم كامل ما لعبوش، داو الفلوس ومشاو، اللي ما داش فلوسه مشى ليتيج في لا فيديراسيون وبالتالي تقاضى الفلوس ديالو. نوليو لواحد المساله نتاع السي محمد شارها، عطى امثله نتاع كوراد، انا نضيف ثلاثه نتاع اللعابه اخرين، نضيف صوان لاعب اللي كيلعب في المنتخب الاولمبي ما موجودش في التشكيله نتاع الفريق علامه استفهام، لاعب الراضي ولاعب اخر بريجه، يعني عندنا اربعه نتاع اللاعبين للاسف ما نلقاوهمش في التشكيله نتاع الفريق، مع العلم ان اللاعبين اللي جبناهم قل منهم تقنيا وبدنيا وين قامونا اغلى، لان اللاعب اللي يكون عندك في المدينه ما غادي تكري له، يكون حداك محضي عارفه وين قام لك، حتى بالنسبه لي كونطرا نتاعهم كاين قاموا ارخص والمردودين نتاعهم اكثر. هنا فين كاين الاشكال، يعني اشكال في الكوتي تكنيك، ما عندناش استراتيجيه اطلاقا، يعني مجموعه من اللاعبين تمشي تدي الفلوس وتمشي في حالها. طبيعه الحال خص الناس اللي يوقع عليها الاختيار باش تجيب لي ريكروتمون جوار، ناس اللي تكون في المستوى كما قال لك السي محمد، ناس اللي تكون على درايه عارفه شنو دير. وما نظنش انايا غادي نجيبوا لعاب عاد نديروا له تيست، هذه القضيه متجاوزه السي محمد، يعني اللاعب كي نجيبوه خص تكون عندنا فيه ثقه ونكونوا ديجا شفناه ومتبعينه، كي نجيبوه نسنيه ولا ما نديروش ان تيست، يعني وسيرتو حنا كنتذاكروا على بطوله احترافيه، راه ما يمكنش غادي نجيبو نديرو تيست ونبقاو نختاروا في اللعبه، لا الطرق ما تمشيش هكا، غادي تبين لك باللي اننا مازال عاد فريق هاوي. اللاعب كي تجيبو تكون متبعو على مدار السنه، تفرج في المقابلات داخل الميدان ومقابلات خارج الميدان، لان المردوديه نتاع اللعاب كاين شي لعابه يمكن يكونوا ملاح داخل الميدان ولكن على برا المردوديه تكون ناقصه، وبالتالي تكون عندك واحد الرؤيه واضحه للاعب اللي غادي تجيبو، كي تجيبو تسنيلو ماشي نجيب يدير ان تيست. راه كي تشوف ان فرق وطنيه بطوله احترافيه ويقول لك راه حنا جبنا واحد ودرنا له التيست، عرف باللي ان الامور ما تبشرش بالخير. شكرا سي محمد. اذا بعد تشريح واقعي مولوديه وجده سي محمد، اكيد سي بختي لابد من خارطه الطريق لانقاذ الفريق من اجل تاهيله، تاهيل مولوديه الوجديه من اجل ان يكون فريق منافس على الالقاب والبطولات. في نظركم سي محمد ما هي خارطه الطريق لانقاذ مولوديه وجده؟ العمليه سهله، سهله للغايه، خص تكون الشفافيه والوضوح، يكون واحد البروغرام يتمشى على حسب السيوله الماليه اللي عندك، وخصك تخرج بالبرنامج نتاعك وتشارك فيه الناس اللي خصها تشرك، كما قلت لك تشارك فيه السلطات المحليه، تشارك فيه المحبين ديالك، الجمهور تاعك، منخرطين، كل شيء هادو الى تجمعوا وشرحت لهم المشروع نتاع الفريق يمكن لك تمشي بواحد السهوله. وكما قلت لكم حنا الجمهور تاعنا يمكن تعطيه البرنامج نتاعك على اساس من على 3 سنين ولا 4 سنين حنا ما غاديش نلعبوا على القاب، اشنو غادي نديروا اشنو غادي نديروا اشنو غادي نديروا على حسب الامكانيات ديالك، ما خصناش نلعبوا كبير، ما يمكنش حنايا ما عندناش مثلا مداخل ماليه، انا لا عندي 3 د المليار نتمشى على حساب 3 د المليار ونوضح للناس، نخرج نتذاكر نتواصل مع الناس هالبيدجي نتاعنا هاشنو راه حنا باغيين نديرو. الا بغينا نوصلوا خصنا نخدموا ضروري، خصنا نخدموا على مستوى الفئات الصغرى والتكوين، خصنا نعطيو الاهتمام. حنا للاسف اخر حاجه نفكروا فيها هي نخدموا، هي ما نشتغلوش في العمل القاعدي، وحنا في وجده ولا النواحي نتاعها كامل كتزخر بالمواهب تبارك الله، خص الناس اللي تتبعها وخص الناس اللي تسهر عليها، وبالتالي راه الالقاب ديناها ابناء المدينه، الالقاب ديناها راه 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 المولوديه، واحد العام دينا شامبيون دي ماروك، ذاك العام كنا شامبيون دي ماروك مينيم كادي جينيور،
يعني تقريبا كان الخلاف مينيم كاديجينيور كنا المولوديه في, 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 في الوقت الزاهر راه ما كانوش لي جون تاع المولوديه ما يمكنش شي فريق ما يديش شي بطوله تاع المغرب. الا ما ديناش في الكادي نديو في الجونيور، الا ما ديناش في الجونيور نديو في المينيم، دائما الالقاب. كما تلاحظوا معايا في الوقت الحالي ميم في العصبه الشامبيون تاع العصبه ما كان نديوش تيتر تاع العصبه، ما بقيناش نديو، بالعكس ما لعبوش لا نهائي في العصبه لا نصف نهائي. يعني هذا يبين لك باللي ما كانش ان ترافاي دو باس، والدليل راه باين ان كاين مجموعه تاع اللاعبين اللي هجروا مشاو الاكاديميه تاع بركان. كما نقولوا لو كان الانسان لقى العرس في دارو ما غاديش يمشي لدار الناس، وبالتالي خص ضفر الجهود، خص يكون الاستماع، يكون تواضع، يكونوا بزاف تاع الحويجات. راه ما يمكنش واحد بوحدو، ما يمكنش واحد بوحدو غادي يكبر فرقه، ما يمكنش، بالعكس راه عندك الناس اللي تشتغل معاك. وفي هذا الجانب ما فيها باس، خص الليجان خصها تشتغل، ما خصناش غير نكتبوا ليجان حبر على ورق، خص الليجان تشتغل ونعطيو الصلاحيات رؤساء الليجان، ماشي دائما خصهم يطلعوا الفوق باش ياخذوا التعليمات. اعطي لهم هامش هامش الاشتغال، وحاسبهم طبيعه الحال اوطون كو بريزيدون، الرئيس محقه انه يجلس مع رؤساء الليجان ويعطيو البيلون، محقه ومحقه يتناقش معهم في اي حاجه. ولكن نظن انايا الليجان لا تشتغل، ما عندناش ناطق رسمي لحد الان، ما عندناش ناطق رسمي، عندناش ناطق رسمي. احنا انا كما الجمهور المحبين شفنا بلاغ ما عطناش الليل، غادي البلاغ اللي كي قريت البلاغ شنو فيه، هذا البلاغ كان يمكن نتفاداوه، الجمهور كنا يمكن نتحاوروا معاه قبل الشامبيونه، المكسب كان خصو يتغير قبل الشامبيونه. يعني هذه الحويجات ما خصناش نديروها في هذه الوقيته، كانت خصها دار قبل انطلاق 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 الموسم الرياضي. وبالتالي كاع هذه الحويجات كيأثروا على الفريق بواحد الشكل كبير. من هذا الباب انا نتمنى ان يفتحوا صفحه جديده للجماهير باش ترجع المدرجات نتاعها، لان الفريق بلا دفء نتاع الجماهير لا يساوي شيء. وبالتالي كما نعرفوا حنايا راه يمكن يكون عندك فريق متوسط تقنيا، ولكن اذا كان عندك جمهور تبارك الله كما الجماهير اللي عندنا يمكن يدفعوا بالفريق، ويمكن نصوفيو، ويمكن نكونوا ما نقولوش بين الثلاثه الاوائل او الخمسه، ولكن يمكن نكونوا بين العشر فروق في الترتيب العام، والله ولي التوفيق. نرجعوا الان للسي محمد بن دحاس. سي محمد بن دحاس باعتباركم منشط رياضي، ما هي الوصفه القادره على انقاذ مولوديه وجده؟ قبل ذلك انه مازال ما ترناش واحد المسائل كثيره ديال الواقع ديال المولوديه، وطبعا في هذه المسافه الزمنيه القصيره ما يمكنناش كاع نحيطوا بخور، ولكن نشيروا لها. شوف لانه بعد المكتب، علاقه المكتب مع نفسه، علاقه الرئيس مع المكتب، هل يشتغلون بنفس الروح بنفس الاستراتيجيه بنفس الحماس بنفس الفعاليه؟ اما نحن عندنا بحال الجسم ديال الزرافه، كاين الرئيس عالي وما بينه وبين لوكور ولا البقيه ديال لوكور مسافه كبيره، واش هو اللي مطالب انه باش يجيب الفلوس ولا حتى الاخرين؟ لانه مسائل كثيره كنسمعوها ولكن ما كنلقاوش اللي غادي يجاوب عليها. في الاول في السنوات الاولى ديال السهوار كانوا عايشين في 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 بحبوحه من 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 الكونفور. من بعد وقعت مشاكل ماديه، هذيك المشاكل الماديه علاش وقعت؟ هو السؤال بالضبط، علاش وقعت؟ ثانيا الان ملي كنهضروا دابا على الفئات الصغرى وكنهضروا على المدرسه، الاطور ديال المدرسه هذه اكثر من عام مازال ما تخلصوش. إذا شكون اللي مسؤول اللي غادي يخلصهم؟ قيل بأنه السهوار يقول بأنه أنا أعطيني خلوا لي مسائل كبرى وهاد المسائل تكلفوا بها أنتوما. هذا شيء صحيح ولا ماشي صحيح؟ ما نسمعه واش صحيح؟ لأن هذا هو اللي بغيت نقول لك، أنا في غياب المعلومة الصحيحة كتكون إشاعات، وهذيك الإشاعات كتخلق واحد الجو ماشي هو هذاك. إذا العلاقة عاوتاني ديال المكتب مع الجمهور أو مع الآخرين بصفة عامة، واش كاين سياسة تواصلية؟ يمكنش احنا اليوم في زمن الرقمنه في زمن وسائل كثيره انه ما يكونش واحد التواصل، تقول تكون غير بلاغات، هذا يصيفط بلاغ هذا يصيفط بلاغ. بالنسبه للجمهور في عندهم مقاطع الملعب
ولكن انا بالنسبه لي انا اختلف معهم في الراي. الجمهور مكانه هو الملعب. ملي كيكون في الملعب كنسميوه جمهور، ملي كيكون خارج الاخر راه مواطن كسائر المواطنين. اذا انا كنشوف بانه الجمهور خصو يرجع للملاعب، لانه هو دابا دار سياسه الكرسي الفارغ، وكاين اللي تهنى يقول كنتهنينا منهم مهني بخير وعلى خير. لا، الجمهور خصو يحضر في الملعب وخصو يحتج في الملعب، سواء بالشعارات او بالمناديل البيضاء او الحمراء او السوداء. المكان الطبيعي ديال الجمهور اللي بيشكل الضغط، لان هذاك هو الضمير الحي للفريق المولوديه الوجديه. اما بالنسبه ما يجب فعله، راه خص تكون واحد المنظومه اللي خصها تعود من جديد، وتكون واحد احنا الان في حاله انقاذ، وخص جميع الجهود خصها تتضافر. ونتمنى في هذا الجمع الاستثنائي انه يفرز لنا مكتب تحمل المسؤوليه ديالو ويحظى بواحد الدعم من جميع المؤسسات، لان المسائل مع علاقه الفريق مع المؤسسات المنتخبه، مع المؤسسات المشهره، مع السلطات، مسائل كثيره اللي ممكن اننا غادي نتولها في حلقات مقبله. وشكرا. يحضر صوت المشجع والمحب بقوه في ظل هذه الازمات التي يعيش عليها فريق مولوديه وجده. يحضر معنا كذلك السي طارق لودي المعروف او الملقب بطارق المولوديه. سي طارق، استمعت لتدخل الضيفين وانت من محبي ومشجعي المولوديه، ما هي كلمتك لمسير النادي من اجل الدفع بمولوديه وجده الى الامام؟ شكرا لكم على هذا السؤال، وشكرا لجيل 24 اللي استضفتنا اليوم، وشكرا للسي محمد الختيطو اللي حاضر معنا، اللي غني عن التعريف المحب تاع وتعموديه ديالنا، واللي صراحه فوق ما كنحتاجوه كنلقاو على الاشراف داخل او خارج المغرب، دائما كنقولوها تجمعنا حب المولوديه. حنا انا كغيور على المولوديه الوجديه، صراحه انا غيور لما كان بحال البارح مقابل ديال اسفي، كانت يوم الجمعه، انا من الخميس ما نعسش لانني شبحت الهزيمه كان يرافقوني خايف، لانه صافي، لان المولوديه كانت عايشه واحد الازمه كبيره، وكان ضروري من هذا الانتصار باش يقلع كما يقولوا السندباد نتائج ايجابيه. والحمد لله تاتنا بانتصار بجوج لواحد في قلب مدينه اسفي، ولكن هذا يعني هذا ماشي كيعني اننا فريق صافي، راه الفريق راه مزيان، الفريق مازال خاصو الخدمه، الفريق محتاج الخدمه بزاف، وفريق اللي محتاج تضافر الجهود من هذا المنبر، ماشي غير ديال المكتب او ديال الرئيس، فالمولوديه ملك وجاده كاملين. فمن هذا المنبر كنوجه واحد النداء للسلطه على راس السيد ولي جهه الشرق والجهه والجماعه والغيو على مدينه وجده باش يلتفوا على هذا الفريق. لأن هذا الفريق كما أشار السي بختي يعيش واحد الظروف مالية قاهرة، باش نكونوا عارفين، تصريح الأخير تاع السيد الرئيس في المبلغ اللي صرح به راه مبلغ 7 مليار، خيالي خيالي، فما يمكنش أن هذا الرئيس غادي يلبي. ولكن حقيقة الرئيس دار أخطاء والمكتب دار أخطاء، ولكن يجب تصحيح هذه الاخطاء، وباش نصححوا هذه الاخطاء يجب الجلوس مع الناس اللي كرويين اللي كيبغوا الكره ويبغوا يصحبوا الوديه وعارفين كيفاش يسيروها باش نلقاو حلول لهذا الفريق، لان دابا انتصرنا ولكن عندنا مقابلات جايين، ومازال ما سلكنا، مازال عندنا، ونتمنى باش المكتب يراعي ويشوف هذه الاخطاء. فكفى، فمن نهار طلعت المولوديه هارمنا باش كل عام نلعبوا غير على النزول، وما يمكنش اننا حنا 7 مليار وكنلعبوا على الطيوح ودائما في المشاكل وكنعيشوا على السكر والمشاكل ديما باش نسلكوا، ويجي ابسط المثال، عرف سي بختي الجار ديالنا 6 مليار جابت 3 ارقام، يعني عندهم تسير مزيان. دونك حتى حنا كوجاده بغينا الفريق ديالنا مع هذا المنبر ديال جيل 24، انا كمحب المولوديه الوجديه بغيت المولوديه ديال الالقاب، ماشي المولوديه غير ديال اللعب على المراتب الاخيره وباش نسلك لو مانتيان، لا، بغينا ان شاء الله فريق من حجم المولوديه الوجديه، فريق اللي اعطى الكثير للمملكه المغربيه في النجوم ديالها، والحمد لله فريق اللي ضرب به المثل، وفريق ولايه وجده، ولايه جهه الشرق، خاص فريق اللي يكون من ضمن المراتب الثلاثه الاولى، عنده قاعده جماهيريه كبيره في المغرب معروفه. كنتنقلوا الحمد لله مع الجمهور ديالنا في الممشى المولوديه، كنكونوا حاضرين وكنعطيو واحد الصوره حضاريه رائعه في المغرب، والحمد لله المولوديه عندها جمهور، خاصها النتائج، النتائج كتجيب تضافر الجهود ديال المكتب، ومن هذا المنبر خاص يكون المكتب اللي تعود فيه النظر، فهذا المكتب عنده اخطاء فادحه، هذا المكتب خاصو يتعود فيه النظر في اقرب الاجل،
الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل اللي غادي يعطي اضافه للمولوديه ماشي اللي غادي يعطي النادي ما مشاكل. فصافي هذا المكتب ما قدمش اخويا اللي عليك، انسحب من باب الكبير، نتيحوا فرصه للناس اخرين اللي عندهم غيور على المولوديه الوجديه. والحمد لله راه عندنا في وجده خيره الامثال، وهو راه قاس لك السبب عندك راه تبارك الله في الوقت تاعهم بالقليل وعطوا المولوديه كثير. دابا الحمد لله كنعيش واحد الازمات اللي ما بغيناهاش تكرر. فانا من هذا المنبر كان اول حاجه اللي غادي نوصل لكم ان ثلاثه المطالب اللي عندنا، انا ماشي من ضمن فصائل كذا ولا، فانا محب بغاير على المولوديه الوجديه، كنطلب حاجه وهي الولوج للملعب. من هذا المنبر كنطلب من السيد الرئيس باش يجلس مع السلطات ديال وجده، فما يمكنش اننا نجي انا والزوجه ديالي وولادي وكنتعرضوا لواحد الدخول دائما كنبقاو ساعه حتى ساعه ونص برا. انا محب تاع المولوديه الوجديه، نبغي نجلس مع البريغاد تاع وجده، نبغي نشوف دوك الافراح، ولكن باش انني نبقى جالس ساعه ساعه ونص فهذا ما يمكنش. فانا تنقلت الرباط، تنقلت الوداد، كان حسن الاستقبال بالرشيد، تنقلنا الفاس، الحمد لله الولوج للملعب كندخلوا بسهوله. اما الملعب تاع وجده صراحه لا حول ولا قوه الا بالله، بغينا من هذا المنبر بس السلطات يعاودوا يراعيوا. فاذا كانت عندي ورقه ديالي، هذا المشكل وقع لنا في المقابلات العام اللي فات اللي ما كنتمناش توقع، وقعت لنا مقابله مع الوداد البيضاوي، فالاصدقاء ديالنا موظفين بالزوجات ديالهم قاطعين باش يدخلوا المولوديه، قاطعين في لابلاس كاين بي 2 كاين بي 1 تريبيل. كنتفاجئوا ان البي 1 تعطى للوداد. مرحبا، حنا كمغاربين مرحبا بالوداد ديالنا والجمهور ديالنا مرحبا، ولكن العدل انا بي 1 وما ندخلش معاهم ونضطر انني نبقى برا ما يمكنش. فهذه راه ناس ما دخلتش المقابله. فالمقابله المقبله ان شاء الله غتكون امام بطل المغرب الوداد، فمرحبا بالجماهير. حنا نساو داك الشيء اللي وقع من فات ولا كذا، حنا كجمهور وجدي جمهور محب للكره ومحب لجميع الجماهير المغربيه مرحبا، ولكن في احترام لكره القدم واحترام الروح الرياضيه. اللي لعب مزيان وفاز صفقوا عليه، اللي ما لعبش مزيان يعاود يراجع. غير هذا المنبر الولوج للملعب باش تعطى نفس تكون تذاكر اكثر للجمهور الوجدي اللي غادي يكون حاضر، ومع تطبيق القانون 5% ديال الجمهور الوجدي مرحبا. ولكن دائما هذه هي النقطه. النقطه الثانيه نطلب من هذا المكتب الله يخليكم، راه ما كاينش شي اعلان او شي بيان تخرجوا في 12 ديال الليل، وحنا غادي نبقاو فايقين حتى 12 باش نسولوا شنو كاين المولوديه. الله يخليكم يكون الشفافيه والوضوح، درتوا شي اعلان قولوا لنا فين دا الاعلان وفين جلستوا وشكون اللي كان حاضر وكل شيء. فاحنا دابا كنلعبوا في بطوله احترافيه، راه ماشي الهوات هذه، هذه بطوله احترافيه. الرئيس اخويا مع من جلست؟ شكون اللي كان جالس معاك؟ فين درتوا لنا؟ عطونا داك الشيء مفصل. مش تقولوا لنا في 12 ديال الليل عقده مكتب المولوديه، عقده فوقاش؟ فين؟ في النادي، في عبر البعد، اللي قولنا في كيفاش داروا. المهم احنا بغينا الوضوح. ثالث حاجه وهي المهمه، مهمه بزاف من هذا المنبر ديال جيل 24، راه عيب وعار كنفتحوا الصباح التليفون ديالنا ونلقاو فرق في الهوات مصوره فوق تاعها فين كتدرب، مع من غادرب، وفين راها مقيمه، وشكون اللي غايدخل، وشكون اللي غايتغير. بين مفارق المولوديه حتى اليوم اللقاء تاع اسفي عاد نعرفوا اللاعبين اللي غادي يلعبوا وشكون اللي مصاب. فهذه راها ما مقبولاش. ففريق المولوديه خصو يكون عنده ناطق رسمي في المستوى، تكون عنده صفحه رسميه في المستوى اللي تواكب كل صغيره وكل كبيره. انا ما يمكنش نشعل التليفون ونبقى نعيد لصاحبي شكون لعب اليوم، شكون راه مهرس ولا. دائما خص يكون عندنا واحد الصفحه اللي تكون صفحه قويه قويه. راه هذه راها وجده، راها 1946، راه تبارك الله هذا اللوغو هذا راه ماشي سهل. راه انا لما كنتكلم معك كلمه كتقول المولوديه راه اللحم تاعي كيتشوك. انا من خسرت المولوديه مع الماتش الاخر اللي خسرناه ب 4-3 مع السوالم، جاني البكاء. حد السوالم كان صفقوا ربح كره، ولكن صراحه حد السوالم كنشكروه لعب كره، ولكن فريق المولوديه كيبقى فريق كبير. وكنشكركم، وكاين بزاف ما يتقال نظرا للظروف الضيقه ديال الوقت ما يمكنش، ولكن عندنا ما يتهضر. ولكن في الاخير في الاخير تجمعون المولوديه، فانا كوجدي وكجميع الوجديين كنبغي الفريق تاعي يكون ديما المرتبه الاولى. شكرا سي طارق، ونتمنى ان يجد كلامك اذانا ساغيه من المسؤولين والسلطات المحليه. كل الشكر لك سي طارق. الان سي محمد بختي كلمه اخيره باش نختموا هذا اللقاء. كلمه اخيره نشكركم على التواصل، يعني بصراحه تحتوا لنا هذه الفرصه باش نتذكروا على امور كثيره، امور اللي تهم الفريق. شكر جزيل. هذا الشيء ما لقيناهش.
مع الفريق ديالنا، يعني ما عمر وجهوا لنا شي دعوه باش نتريو النقاش بحال هكا ونخرجوا بنتائج وبافكار اللي يمكن تساهم في تطوير الفريق. مساله اللي بغيت نثيرها، مساله مهمه، هي ما خصناش نختزلوا مشاكل الفريق في ذهاب شخص او شخصين، بل المساله اعمق من ذلك. خصنا الجرح كما نقولوا كنداويوه نداويوه من الجذور ديالو، ما خصناش نديرو عمليات جراحيه سطحيه وبالتالي نبقاو دائما في المشاكل، نبقاو دائما نتخبطوا في امور اللي تعرقل المسيره نتاع الفريق. وهذا الكلام اللي قلناه بطبيعه الحال بكل تجرد، كلام ما نفيزيو به حتى شي شخص، بالعكس تناقشنا في امور تخص الفريق نتاعنا والمصلحه نتاعنا، دائما تصب في المصلحه نتاع الفريق. الوقت اللي غادي تكون الامور مليحه غادي نقولوا امور مليحه ونصفقوا، الوقت اللي غادي تكون الامور ماشي مليحه غادي نقولوا كما كنا سابقا ان الامور لا تبشر بالخير، ونتمناو مسيره موفقه للفريق، نتمناو على الناس الصاهرين لشؤون الفريق باش يراجعوا الحسابات نتاعهم، لان الفريق في وضعيات حرجه، يجب الاستماع الى المحبين، الى المنخرطين، الى جماهير سندباد الشرق الوفيه، وتحيه خالصه لجنود الخفاء اللي واقفين مع الفريق في السراء والضراء. ومرة أخرى أشكركم على حسن ضيافتكم وشكرا جزيلا. شكرا سي محمد، شكرا للضيفين الكريمين سي محمد بختي والسي محمد بن دحى، وسنواصل أكيد فتح هذا النقاش العمومي حول واقع مولودية وجدة في حلقة أخرى. شكرا مجددا للضيفين، وشكرا للمخرج السي محمد السي عفوا السي عبد العلي الجابري، وإلى حلقة أخرى.